نادي الزمالك ونادي المقاولون، والزمالك النهارده هيحل ضيف على المقاولون طبعا بقياده البرتغالي جوزيه جوميز الساعه 9 مساء على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر في لقاء مؤجل من الجوله 19 في عمر الدوري. نادي الزمالك بيستعد للقاء المقاولون بشكل جيد للوقوف على مفاتيح اللعب في المنافس ونقاط الضعف ونقاط القوة علشان يبدأ يستغلها بشكل قوي، عايز يستعيد نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز، بينما يتمسك كابتن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بتحقيق الفوز الليلة يتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط لدوري المحترفين. يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري ب 46 نقطة بعدما لعب 28 مباراة، حقق الفوز في 14 وتعادل في 7 وخسر في 7، سجل لعيبة الزمالك 43 هدف واستقبل شباكه 28 هدف. في المقابل المقاولون في المركز قبل الأخير مركز 17 بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعدما لعب 29 لقاء، فاز في 4 تعادل في 9 خسر في 16، سجل لعيبته 28 هدف واستقبل شباكه 49 هدف. هيدير اللقاء تحكيميا كابتن محمود البنا، حكم ساحة وأحمد صلاح ومحمد يوسف مساعدين ومحمد سلامة محمد الشناوي في الفار، كل التوفيق طبعا لطاقم التحكيم أيضا.